مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علم لدى سفارة المغرب بباماكو أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الذي وقع اليوم الثلاثاء على طريق سيبال بوغو وكوالا في غرب مالي. وأفادت السفارة المغربية بباماكو لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه بحسب المعلومات في عين المكان فلا يوجد أي مغربي ضمن ضحايا هذا الاعتداء، ولم يعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد خلف قتلى أو مصابين، لكن أشرطة فيديو للاعتداء بثت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تخريب عدد من الشاحنات المحملة بالمعدات الثقيلة، وتسبب الاعتداء الذي نفذه مجهول في إغلاق مؤقت لهذا الطريق الذي يعد شريانا هاما للنقل في منطقة غرب إفريقيا. في المجموعه وصافي سقاط الحصيله. شوف 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 يا ربي السلام. ها انا فين قتل الدراري مسكنا عشتي. ها ها السلام عليكم ورحمه الله الاخوان. المهم على اين راه عاوتاني المشكل، راه رجع للطريق عاوتاني فين كانوا ضربوا الدراري. المهم راه الطريق راه تسدات. المهم غير هذا الصباح انا دابا راه في عين المكان. المهم